بدنا نحكي عن اللاكتيت ان ذا مسل. هون العضلة خلال الاكسرسايز بيكون فعليا واصلها اكسجين، بتكون بتعمل ايروبيك ريسبيريشن. هلا لو زاد معدل الجلايكوليسز زاد معدل التي سي اي سايكل اللي هي الستريك اسيد سايكل اللي هلا رح ناخذ عنها حلقة كريبس، بالتالي رح يكون عندي الناد اتش عالي، تمام؟ رح يزيد انتاج الناد اتش. هون الناد اتش بنعرف انه وين بيروح، على الالكترون ترانسبورت تشين حتى ينصرف ل اي تي بي، تمام؟ هلا هون بحكي لنا انه الالكترون ترانسبورت تشين بيكون لها كباسيتي محدده حتى تعمل اوكسيديشن للناد اتش وتنتج منه اي تي بي. فلو صار عندنا الناد اتش عالي، يعني الريشيو ما بين الناد اتش والناد بلس عالي، فبالتالي هون برضو بحفز انه يتحول عندي البايروفيت الى لاكتيت، تمام؟ حكينا عن الحالات اللي بننتج فيهم لاكتيت. أحد بيتذكر؟ دكتورة، على ما أعتقد إحنا آخر إشي كنا نحكي عن المصل واستهلاكها للأكسجين بس. آه بالضبط، إحنا وصلنا لهون، أتوقع إنه وصلنا لهون. فبالتالي هون العضلة بيختلف فيها الوضع ما بين إذا كانت بحالة الريست وما بين إذا كانت بالإكسرسايز. هلأ بدنا والعضلة تعمل تمارين رياضية بده يصير الأكسجين غير كافي للعضلة. هلأ بدنا نعرف إنه العضلة فيها مخازن للأكسجين، عشان مش من أول لحظة هاي العضلة تكون اللاكتيت أو اللاكتيك أسيد. هلأ هاي المخازن هون بدنا نسميها الميوغلوبين. هاي الميوغلوبين تعرفوا هو بروتين بيمسك بالأكسجين، بيخزن الأكسجين بالعضلة، العضلة بتصير تاخذ الأكسجين من الدم ومن المخازن اللي عندها اللي هي الميوغلوبين. فإحنا بتعرفوا لما نعمل مجهود إيش بصير بالنفس عنا؟ بصير نتنفس بشكل سريع، مظبوط؟ حتى لما أول ما توقف أو ترتاح بضل نفسك لسه سريع. فأنت هون بتحاول إنه الأكسجين اللي أخذته من الميوغلوبين أو من المخازن الموجودة بالعضلة إنك ترجعه. فالهدف من إنه بضل النفس عالي أو سرعة النفس بتكون عالية حتى لو أنت بلشت ترتاح، هون الهدف منه إنه ترجع الأكسجين ديبت أو الدين اللي أخذته من الأكسجين من الميوغلوبين، تمام؟ هون بيقصد فيها الأكسجين ديبت، يعني الدين اللي أخذته من المخازن وأنت تعمل إكسرسايز، تمام؟ فبدنا نرجع هذا الأكسجين اللي أخذناه من المخازن، عبرنا عنه بالدين اللي أخذناه من الميوغلوبين، تمام؟ هون طبعاً إحنا اللاكتيك أسيد برضو بتعطيني إنديكيشن على السيفيريتي للشوك. هلأ هون الأشخاص اللي بيكون معهم جلطات أو الجلطات الدماغية أول ما يروح على المستشفى بتعرفوا إيش بيعملوا له؟ حد عنده فكرة؟ هلأ هذا الشخص اللي عنده جلطة دماغية أول ما يروح على المشفى بحطوا له أكسجين ماسك. هذا الأكسجين بطل طبعا هو عنده القدرة على إنه يوصل باقي يوصل الأكسجين، فصار عنده لاكتيك أسيد، صار عنده أسيدوسيس بالدم. فأول إشي بده يحطوا له الأكسجين ماسك، وكمان بحطوا له بإصبعه أكسجين سنسر. ما في تمريض هون، تمام؟ لأنه ما في أكسجين كافي بجسمه، أول شيء بحطوا له الأكسجين ماسك وبشوفوا الساتوريشن للأكسجين عن طريق إنهم بحطوا بإصبعه الأكسجين سنسر، فبشوفوا كم الساتوريشن للأكسجين بناءً عليها. لو كان عنده الأكسجين مثلاً 60% بيحكي إنه هون الجلطة سيفير،
إذا كان الأكسجين عنده 85 أو 90%، بيحكوا إنه مثلا هاي جلطة خفيفة. فبالتالي عن طريق أو بقيسوا مستويات اللاكتيك أسيد، إذا كان اللاكتيك أسيد عندهم عالي فبرضه بيحكوا إنه هاي الشوك كانت سيفير. لكن إذا كان عندهم اللاكتيك أسيد عالي وبعديها رجع لمستواه الطبيعي، بيحكي إنه صار ريكفري ورجع لمستوى طبيعي اللي هو اللاكتيك أسيد. فبالتالي إحنا هون حددنا من خلال مستويات اللاكتيك أسيد والساتوريشن للأكسجين مدى السيفيريتي للجلطة الدماغية، وحددنا إذا صار ريكفري للبيشنت. إذا كان عنده اللاكتيك أسيد عالي كثير وبعديها رجع لمستواه الطبيعي، إحنا هون بنحكي إنه المريض صار عنده ريكفري. تمام؟ مفهومة؟ تمام، مفهوم. مفهومة. تمام. هلا هون بنحسب ناتج الـ ATP اللي طلع معنا بالايروبيك جلايكوليسز. حكينا أول 5 تفاعلات بيتم فيهم استهلاك 4 ATP، وآخر 5 تفاعلات بيتم فيهم إنتاج 2 ATP. فرح تكون المحصلة للايروبيك جلايكوليسز 2 ATP. هلا الأماكن كيف بدنا نقول هاي؟ تمام. الأماكن اللي فيهم بيتم إنتاج الـ ATP آخر 5 تفاعلات، تمام؟ بننتج هون عنا 2 ATP، وبآخر تفاعل لما نحول الفوسفو إينول بايروفيت لبايروفيت برضو بيتم إنتاج 2 ATP. فبتكون محصلة الـ ATP 2 ATP من الأيروبيك جلايكوليسز. طبعا هون كمان بننتج 2 NADH، والناد اتش اتفقنا انه كم بينتج اي تي بي؟ 3 ATP. بالضبط 3 اي تي بي. هلا الان اروبيك جلايكوليسز هون نفس الشيء، انتجنا 2 اي تي بي و2 لاكتيت، وما في عندنا ناد اتش لانه استهلكناه بتحويل البايروفيت للاكتيت. تمام. هلا بدنا نحكي عن الريجوليشن للجلايكوليسز. تعرفوا انه الريجوليشن بتم عن طريق 2 هرمون، او دائما المتعلق بالطاقة. ايش الهرمونين اللي دائما بزيدوا او بقلوا؟ الانسولين والجلوكاجون. فهون قسم لي الريجوليشن لشورت تيرم ريجوليشن ولونج تيرم ريجوليشن. لما نحكي عن الشورت تيرم ريجوليشن بنحكي عن اللي بيتم عن طريق الانزيم. هون في عندي 3 انزيم بنشتغل عليهم ريجوليشن، وراح تلاحظوا انه كلهم بيكون فيهم كاينيز، يعني الجلوكوكاينيز، الفوسفو فركتو كاينيز، والبايروفيت كاينيز. تمام. فممكن يصير عندنا انهيبيشن وممكن يصير عندنا اكتيفيشن، لكن باللونج تيرم بتكون على مستوى الهرمونز. هاي أكيد بتمتد لأيام. هون زي ما رح نحكي عن الإنسولين أو الجلوكاجون بيأثروا على الجين إكسبريشن لهاي الإنزيم. تمام. حكينا في المرة الماضية إنه عندنا طبعا 2 هرمونز، الجلوكاجون والإنسولين. الإنسولين بدك تعرف إنه أنت ماكل عندك جلوكوز عالي، فبالتالي رح نعمل اكتيفيشن للجلايكوليسز، رح نعمل اكتيفيشن لكل الانزيم بالجلايكوليسز، لكن هون خصينا فيهم الانزيم اللي بينتهوا بكاينيز، الجلوكوكاينيز والفوسفوفركتوكاينيز والبايروفيت كاينيز. تمام. هدول الانزيم بده يصيرلهم عملية اكتيفيشن. لكن العكس، الجلوكاجون اذا كان عندنا عالي، يعني احنا بحالة ستارفيشن، صيام، ما في عندنا جلوكوز نحرقه، بالتالي ايش راح يصير للجلايكوليسز؟ ما في عندك جلوكوز تحرقه، ما في جلايكوليسز. تمام. فانزيم تبعت الجلايكوليسز راح يصير لها عملية انهيبيشن، كل الانزيم راح يصير لها انهيبيشن. مفهومة؟ في حد عنده اي سؤال على الريجوليشن؟ هلا كمان مرة بنحكي، دكتورة أغلبك، تفضلي. ما وصلت المعلومة. تمام. هلا بنحكي عن الريجوليشن
للجلايكوليسز. كيف بدي انظم الجلايكوليسز؟ يعني الجلايكوليسز متى بده يصير لها عمليه تنشيط ومتى بدها توقف الجلايكوليسز ونثبطها؟ في عنا هرمونين بالجسم، الانسولين والجلوكاجون، وهم طبعا معاكسين لبعض. يعني وانت ماكل بيكون عندك في جلوكوز عالي بالدم، جسمك اكيد بده يفرز هرمون الانسولين حتى الخلايا تدخل الجلوكوز داخلها، وبالتالي تحرقه وتنتج منه طاقة. تمام؟ يعني عندك جلوكوز، انت بتحرق جلوكوز. تمام؟ فبالتالي اذا انت كنت ماكل، جسمك رح ينتج انسولين، فالانسولين رح يكون عالي، فبالتالي هون برضو الجلايكوليسز رح تشتغل وتصير تحرق بالجلوكوز اللي عندك. لو ما عندك جلوكوز ايش بدك تحرق؟ بتصير تدور على مصادر اخرى مثل الليبيد، مثل البروتين، تستفيد من مصادر اخرى، لكن الجلايكوليسز رح توقف. تمام؟ فالانسولين دايما اربطوها، انت ماكل عندك جلوكوز عالي، فالانسولين رح يزيد عندك، فرح يصير عندنا اكتيفيشن للجلايكوليسز. شو يعني اكتيفيشن للجلايكوليسز؟ يعني الانزيم اللي بتشتغل الجلايكوليسز وتفاعلات الجلايكوليسز رح يصير لها عملية اكتيفيشن. تمام؟ هاي الانزيم طبعا كلها رح يصير لها عملية اكتيفيشن، لكن في عندنا 3 انزيم هم بينتهيوا بالكاينيز، الجلوكوكاينيز والفوسفوفركتوكاينيز والبايروفيت كاينيز، هم بالتحديد رح يصير لهم عملية اكتيفيشن. العكس، وانت صايم بحالة ستارفيشن ما عندك جلوكوز، بالتالي جسمك رح يفرز او رح يكون عالي عندك هرمون الجلوكاجون، بالتالي ما عندك جلوكوز تحرقه، الجلايكوليسز رح توقف. يعني الانزيم اللي بتشتغل الجلايكوليسز رح يصيرلها عملية انهبيشن. تمام؟ اللي هي الجلوكوكاينيز والبايروفيت كاينيز وكل الانزيم تبعت الجلايكوليسز. هيك وصلت؟ تمام، شكرا. تمام. هلا لاحظوا انه في عندي هون حكينا انه برضو مرضى الديابيتس، مرضى السكري، ايش برايكم؟ بيكون عندهم تحفيز للجلايكوليسز ولا انهبيشن لعمليه الجلايكوليسز؟ انهبشان انهبيشن. ليش؟ لأنهم يعني استنتجت هذا الإشي لأنهم بياخذوا أنسولين، هم بيحتاجوا الأنسولين. بالضبط. هلا مرضى الديابيتس ما عندهم انسولين، صح؟ المشكله عندهم بالانسولين، المشكله عندهم الجلوكوز ما عنده القدره انه يدخل على الخليه. تمام؟ فالخليه بيكون في عندها نقص بالجلوكوز، فما عندها جلوكوز اصلا تعمل له جلايكوليسز. تمام؟ فبالتالي رح تعمل انهيبيشن للانزيم تبعت الجلايكوليسز. مفهومة؟ مفهومة. تمام. هون طبعا بحكينا انه بحالة الديابيتس الجلوكاجون هون رح يصير عندنا الانزيم تبعت الجلايكوليسز رح يقل الجين ترانسكريبشن لإلها ورح نعملها انهيبيشن. هون في عندنا اذر باث واي بيروح عليها البايروفيت. طبعا الاند برودكت للجلايكوليسز ايش كانت؟ البايروفيت. هذا البايروفيت اما بصير له اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن، اما بصير له كربوكسيليشن وبتحول لاوكسالو اسيتيت، رح نشوف كيف بحلقه كريبس، او بصير له ريدكشن لايثانول هون بحاله المايكرو اورجانيزم. تمام؟ فهون بنكون انهينا شابتر 8. في حد عنده اي سؤال على الجلايكوليسز؟ تمام. دكتور المساق كم تشابتر؟ 15. رح نبلش بالتي سي اس سايكل شوي.
واضح عندكم الشعر؟ واضح. واضح واضح واضح. التي سي ال سايكل اللي هي حلقة كريبس، ايش بتعرفوا عن حلقة الكريبس؟ ما سمعتوا فيها؟ بلا سمعنا فيها. بلا بس مش متذكرين مظبوط. هي بصير فيها إخراج لحمض السيتريت، طب لملح هلا رح السيتريت عفوا. ناخذها بالتفصيل بكل التفاعلات اللي فيها. هي بشكل عام هدفها إنتاج الطاقة، طاقة. تمام؟ رح نبدأ نحكي عن التراي كاربوكسيليك أسيد سايكل أو الستريك أسيد سايكل، كلها أسماء، أو التي سي إيه سايكل، كلها أسماء لحلقة كريبس، تمام؟ هلأ حلقة كريبس ممكن يدخل فيها الكربوهيدرات، الأمينو أسيد، الفاتي أسيد، ويصير لها كومبليت أوكسيديشن وتنتج عندي أو تتحول ل CO2 و H2O. الكريبس سايكل بتتم أو بتصير هاي العملية بالميتوكوندريا، تمام؟ هدف التي سي اي سايكل هو إنتاج ال ATP. دائما لازم هون تصيروا تميزوا كل عملية وين تحدث، فالتي سي اي سايكل بتصير بالميتوكوندريا. هون هاي الحلقة بنسميها التي سي اي سايكل أو حلقة كريبس. خلينا نكبر الصورة، واضحة عندكم؟ فهاي بتمثل التي سي اي سايكل عدد التفاعلات اللي فيها 8 تفاعلات. بدنا نحرق الجلوكوز، رح ينتج عنه CO2 و H2O و ATP بحالة الـ complete oxidation. إذا هون أنتم ملاحظين في عندي أمينو أسيد دخلت برضه من برا هاي الحلقة زي التايروسين، أنتجت لي أحد الانترميديات بحلقة كريبس، تمام؟ فهاي السايكل هي سايكل ليست مغلقة. اطلعوا كيف التايروسين، المؤشر واضح عندكم؟ التايروسين مش من حلقة كريبس لكنه أعطاني فيوميريت اللي هو أحد الانترميديات بحلقة كريبس، تمام؟ فطبعا بيعتمد كله على وضع الجسم. إذا الخلية ما فيها طاقة بالتالي حلقة كريبس بدها تستمر وتنتج طاقة، يعني لو الخلية فيها متوفر طاقة بالتالي ما في داعي إنه أنتج طاقة، تمام؟ يعني بنعمل inhibition لحلقة كريبس. إذا كان عندك طاقة وإحنا أصلا هدف حلقة كريبس هي ننتج منها طاقة، هون جسمك متوفر فيه طاقة فمش بحاجة نعمل activation لحلقة كريبس. لكن إذا كان في عندنا نقص بالطاقة نعمل activation للـ TCA cycle ومننتج ATP، تمام؟ هلأ الـ TCA cycle هي aerobic pathway. شو يعني aerobic pathway؟ يعني هاي الـ pathway بتحتاج لأكسجين حتى تتم، لأنه الأكسجين طبعا هو الفاينل اكسبتر للإلكترون. لو ما كان في عندي أكسجين هاي الحلقة تتوقف، تمام؟ بصير عندنا تراكم للناد أس. الأمينو أسيد إذا شايفين هون في عندنا مصطلح الأنابلوريتيك رياكشن، هون بيقصد فيها الأمينو أسيد، هون بيقصد فيها الأمينو أسيد اللي بتنتج أحد الانترميديات مثل التايروسين أنتج عندنا الفيوماريت بالتي سي اي سايكل، تمام؟ لكن فعليا التايروسين هو مش من التي سي اي سايكل، فبالتالي الأمينو أسيد اللي بيصير لها ميتابوليزم حتى تكون أحد الانترميديات بالتي سي اي سايكل بسميها أنابلوريتيك رياكشن، تمام؟ طبعا هاي الانترميديات ما بيصير لها كونسمبشن بحلقة كريبس ولا في إلها نت برودكشن. طبعا التي سي اي سايكل برضو كمان مرة بنستخدمها حتى نصنع الجلوكوز، بنستخدمها حتى نصنع الهيم، حتى نصنع الامينو اسيد، كله بيدخل فيه او بيحتاج التي سي اي سايكل. فالتي سي اي سايكل تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل
أو ممكن نسميها الستريك أسيد سايكل، لأنه زي ما أنتم شايفين الستريت هو أول انترميديت بحلقة كريبس، لهيك ممكن يسموها ستريك أسيد سايكل. الأسيتيل كو إيه، حد بيعرف من كم كربون بيتكون؟ من ذرتين كربون. كربون. تمام، من ذرتين كربون. فإحنا هون عندنا البايروفيت بيتحول لأسيتيل كو إيه، والأسيتيل كو إيه هو ذرتين كربون، لكن البايروفيت اتفقنا إنه 3 ذرات كربون. فلما يتحول البايروفيت لأسيتيل كو إيه، الأسيتيل كو إيه هو ذرتين كربون، ذرة الكربون الثالثة اللي موجودة بالبايروفيت بتخرج على شكل CO2. تمام، فبالتالي ذرتين من الكربون من البايروفيت بيتحولوا إلى أسيتيل كو إيه، وواحدة منهم أو الثالثة بتتحول إلى، بتخرج على شكل CO2. تمام، هلا الانترميديا بحلقة كريبس ما بتختفي، بتضل موجودة عشان نوصل كمان مرة للأسيتيل كو اي. ما في عندي نت برودكشن، ما في عندي كونسومبشن للانترميديا، هاي السايكل بتضلها تلف. تمام، فما في عندي نت برودكشن ولا عندي الانترميديا هاي بتختفي، فهاي الانترميديا بتضل موجودة حتى نرد نصنع الأسيتيل كو اي. تمام، ونوصل للأسيتيل كو اي. هلا بدنا نشوف كيف بدنا نحول البايروفيت لأسيتيل كو اي. البايروفيت احنا من وين جبناها؟ glycolysis. بالضبط، انهينا الجلايكوليسيس بالبايروفيت اللي اتفقنا هو 3 ذرات كربون، بدنا نحوله لأسيتيل كو اي. الأسيتيل كو اي هو ذرتين كربون، فبالتالي ذرة الكربون الثالثة تطلع على شكل CO2. تمام، الانزيم اللي بيحول البايروفيت لاسيتيل كو اي اسمه بايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس. ليش سمينا ديهايدروجينيز الانزيم؟ بخرج اتش. لانه في عندنا بالتفاعل ناد اتش. هلا الناد بلس لما تحول الى ناد اتش ايش صار له؟ ريدكشن ولا اوكسيديشن؟ حكينا الفرق ما بين الأكسيديشن والريدكشن، صحيح؟ هون هي زاد كيف إيش صار له الهايدروجين، ريدكشن؟ بالتالي مش صار له ريدكشن. ريدكشن. تمام؟ فالبايروفيت تحول لأسيتيل كو اي، أنتج عندي ناد اتش. بما إنه أنتج عندي ناد اتش، فبالتالي الإنزيم اسمه بايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس. حكينا متى ما نشوف بالتفاعل تم إنتاج ناد اتش، فهون راح يكون اسم الإنزيم ديهايدروجينيز. تمام، هلا هون في عندنا ريجوليشن زي ما انتم شايفين على الإنزيم البايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس. إذا كان عندي ناد اتش بالجسم، هذا بيدلني إنه في عندي طاقة ولا لا؟ نعم. بالضبط، إذا عندي طاقة بالجسم، فبالتالي إيش راح أعمل للرياكشن؟ راح أعمل له انهبيشن. فيش داعي نكمل للأسيتيل كو اي ونروح على حلقة كريبس وننتج طاقة. فبالتالي لما أشوف الناد اتش عالي بالخلية، يعني هاي الخلية ريتش اوف انرجي، فالخلية مش بحاجة إنه تعمل التي سي اي سايكل وتنتج طاقة. مفهومة؟ كمان الأسيتيل كو اي، إذا كانت الخلية فيها أسيتيل كو اي، ففيش داعي كمان ننتج أسيتيل كو اي. بما إنه متوفر عندنا الأسيتيل كو اي، ما في داعي يتحول كمان بايروفيت للأسيتيل كو اي. تمام، إذا الأسيتيل كو اي والناد اتش إذا كانوا متوفرين بالخلية، بنعمل انهيبيشن للبايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس. في حد مش فاهم؟ دائما لما نشوف الناد اتش ذكر انه الخلية متوفر فيها ATP. تمام،
هون زي ما حكينا الاسيتيل كو اي بيتكون من ذرتين كربون، فذرة الكربون الثالثة بتطلع من البايروفيت على شكل CO2. هلا بدنا نحكي عن الانزيم البايروفيت دي هايدروجينيز كومبلكس. الكومبلكس ايش بتعني؟ يعني هذا الانزيم بيتكون من اكثر من انزيم، يعني هذا الانزيم بيتكون من الـ E1 الـ E2 الـ E3. الـ E1 اللي اسمها ديكربوكسيليز، الـ E2 اللي اسمها داي هايدرو لايبول ترانس اسيتيليز، والـ E3 داي هايدرو لايبول ديهايدروجينيز. هدول الثلاثة بيشتغلوا عشان يحولوا البايروفيت لأسيتيل كو اي، تمام؟ لهيك سمينا الإنزيم بكومبلكس، لأنه بيحتوي على E1 وE2 وE3، تمام؟ وطبعا أسمائهم موجودة، لكن إحنا رح نكتفي بE1 وE2 وE3، تمام؟ هدول وظيفتهم مع بعض إنهم يحولوا البايروفيت لأسيتيل كو اي، تمام؟ فهم مترابطين مع بعض عشان يحولوا البايروفيت لأسيتيل كو اي. هدول الإنزيم الـ E1 والـ E2 والـ E3 بدهم كو إنزيم علشان يشتغلوا. هاي الكو إنزيم هون بالرسمة طبعا معطيني الكو إنزيم، لكن هون موضحها أكثر. الـ E1 تتطلب علشان تشتغل ثيامين بايرو فوسفيت اللي هي رمز لها بالتي بي بي هون. يعني الـ E1 احتاجت كوفاكتور واحد، الـ E2 احتاجت للليبوك أسيد مع كو إيه. وين مر علينا الليبوك أسيد؟ تذكروا؟ ما حد كان مركز امبارح لما حكينا عن الأرسنيت بويزنينج، لما حكينا عن تسمم الزرنيخ، حكينا انه الارسنيت بيعمل انهيبيشن للانزيم اللي بيكون الكوفاكتور تبعها ليبوك اسيد، تمام؟ في حد معي؟ تمام، دكتور تذكرت. دكتورة تمام. الاي 3 بحاجه حتى تشتغل لفاد اتش، للفاد والناد بلس، تمام؟ فبالتالي انا عندي E1 وE2 وE3 بحاجة ل5 كو انزيم. الـ E1 بحاجة للثيامين بايروفوسفيت، الـ E2 بحاجة للليبوك أسيد، والـ CoA والـ E3 بيكون بحاجة للفاد والناد بلس، تمام؟ فبالتالي لو صار عندي نقص بهاي الكو انزيم أو بهاي الفيتامين، إيش راح يصير بالإنزيم؟ انهبش بالتالي ما رح يشتغل الإنزيم مشتغلش. بالضبط. هاي الكو إنزيم هي اللي بتساعده حتى يشتغل. إذا هاي الكو فاكتور كان فيها نقص، فبالتالي رح يصير inhibition pyruvate dehydrogenase complex. هون رح نحكي عن الـ nervous system problem اللي بتصير نتيجة النقص بهاي الكو إنزيم. حكينا انه النقص بالكو انزيم ما رح يقدر البايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس يشتغل ويحول البايروفيت لاسيتيل كو اي، تمام؟ اللي رح يتاثر بالجسم هو النيرفوس سيستم، لانه معظم طاقه النيرفوس سيستم من الجلوكوز. طيب لو سالت الار بي سي اذا صار بايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس ديفيشنسي او نقص باحد الكو فاكتور، ايش رح يصير فيها؟ برأيكم رح تتأثر الـ RBC؟ ما بتتأثر، السبب؟ لأنه هي بتاخد الطاقة من الجلايكوليسز اللي هي يعني الأنيروبيك، اللي هي ما بتعتمد على بالضبط الميتوكوندريا. بالضبط، ممتاز. هذا الباثوي أساساً هو مش موجود بالـ RBC، تمام؟ فهذا التفاعل تحويل البايروفيت لأسيتيل كو اي غير موجود بخلية الـ RBC. خلية الـ RBC بتوصل لمرحلة البايروفيت، خلصنا جلايكوليسز
نوصل للبايروفيت، البايروفيت بيتحول للاكتيت، تمام؟ ما بتحول، او ما في عندها ميتوكوندريا، وبتحول عندها البايروفيت الى اسيتيل كو اي، فبالتالي هاي الباث واي اصلا غير موجوده عند خليه الار بي سي، تمام؟ فاكثر شيء رح يتاثر السنترال نيرفس سيستم، لانه معظم طاقته من الجلوكوز. هلا باقي الجسم اكيد طبعا رح يتاثر، لكن ممكن انه يستخدم مصادر ثانيه اللي بده. هون بدي تركز انه البرين ما عنده القدره انه ينتج طاقه من الامينو اسيد، ما عنده القدره انه ينتج طاقه من مصادر اخرى، فبالتالي هو اكثر شيء رح يتأثر إذا صار عندنا بايروفيت ديهيدروجينيز كومبلكس ديفيشنسي، أو صار عندنا ديفيشنسي بأحد الكو انزيم، تمام؟ لأنه البرين ما عنده القدرة إنه ينتج اي تي بي لهون، فبالتالي هون بيكون الهدف من الفيتامين إنها انزيم. دكتورة الصوت بكتر. ما في صوت. بكتر شوي. تمام. هيك الصوت عندكم تمام؟ تمام تمام هيك. تمام. في حد عنده أي سؤال لهون؟ فبالتالي بس عندنا دكتورة ممكن تعيدي لنا ايش كنت تحكي آخر اشي عشان ما كان يختفي الصوت؟ تمام. هلا هون حكينا انه هاي الباث واي ما بتخص الار بي سي، لانه الار بي سي ما عندها ميتوكوندريا الى لاكتيت، تمام؟ لكن مين اللي انه معظم طاقه النيرف سيستم من الجلوكوز، فالبرين سيل ما عندها القدره انها تنتج طاقه من الامينو اسيد، لكن باقي الخلايا ممكن انها تنتج طاقه من الامينو اسيد، من الليبيد، فبالتالي هون الخليه اللي راح تتاثر البرين سيل. تمام، لانه البرين سيل ما عينه اسيد، تمام. هلا هون نحكي عن الريجوليشن للبايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس. هون الريجوليشن تقريبا نفس الشيء، يعني في عندك اي تي بي، بالتالي التي سي اي سايكل ايش راح يصير فيها؟ اذا احنا جسمنا متوفر في اي تي بي، هتوقف الحلقة، ما حتكمل شغل. بالضبط رح توقف الحلقة وما رح يكون عندنا إنتاج للـ ATP، لأنه هدفنا من الـ TCA cycle هو إنتاج الـ ATP، تمام؟ فنفس الشيء إذا عندنا ATP دائما بالريجوليشن بدي أول شيء أشوف الهدف من الـ pathway. إحنا بنحكي عن الـ TCA cycle أو حلقة الكريبس هدفها إنه ننتج طاقة، إذا عندي ATP راح يصير inhibition لل TCA cycle. طب إذا عندنا ناد اتش إيش راح يصير فيها؟ برضه راح يصير inhibition لل TCA cycle، والأسيتيل كو اي نفس الشيء وجوده، ما إحنا بهاي الباثوي من نحول البايروفيت إلى أسيتيل كو اي، بما إنه في عندي أسيتيل كو اي متوفر بالجسم، فما في داعي أحول البايروفيت إلى أسيتيل كو اي، تمام. هلا كمان شغله، اذا شفنا الاي دي بي او الاي ام بي، اذا شفنا الاي ام بي او الاي دي بي يعني الجسم عنده نقص بالطاقه، يعني بما انه عنده نقص بالطاقه بدي احفز واعمل اكتيفيشن للكريبس سايكل حتى احرق جلوكوز وانتج طاقه، تمام. هلا هون اذا انتم شايفين في عندنا كالسيوم، الكالسيوم لما اشوف كالسيوم بدي اتذكر المسل كونتراكشن، انقباض العضلات،
بيعمل ريليز للكالسيوم. حركة العضلات يعني أنت بدك طاقة، فبدك طاقة يعني بدك تحفز الجلايكوليسيس، بدك تحفز التفاعلات اللي بتنتج طاقة يعني التي سي اي سايكل، تمام؟ فهون عندنا الاي تي بي الاسيتيل كو اي والناتج بدلوني انه في عندنا طاقة بالجسم، فما في داعي احفز تفاعلات الطاقة مثل التي سي اي سايكل، تمام؟ هون عندنا الاي ام بي والاي دي بي بدنا طاقة يعني لانه جسمي فيه نقص بالطاقة، دائما الاي ام بي والاي دي بي بدلوني انه في عندنا نقص بالطاقة، يعني الجلايكوليسيس بدها تتنشط، يعني التي سي اي سايكل برضه بدها يصير لها اكتيفيشن. الكالسيوم تذكر المسل كونتراكشن بتحرك حركة العضلات، يعني بدك طاقة، بدك تحفز الجلايكوليسيس وتحفز التي سي اي سايكل، تمام؟ هلا هذا الانزيم اللي اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، اذا كان عليه مجموعة فوسفيت، يعني هذا الانزيم اذا انا ضفت له مجموعة فوسفيت فراح يصير بوضعية inactive، راح يبطل ويوقف عن شغله. لكن إذا شلنا منه مجموعة الفوسفيت راح يصير active. هلأ مين الإنزيم اللي بيضيف له مجموعة الفوسفيت؟ اسمه بايروفيت ديهايدروجينيز كاينيز، تمام؟ الإنزيم اللي بيشيل منه مجموعة الفوسفيت اسمه بايروفيت ديهايدروجينيز فوسفاتيز، شال منه مجموعة الفوسفيت صار active. فبالتالي إذا أنا عندي ATP، أنا عندي ناد اتش وأسيتيل كو اي، بدي أحفز الكاينيز علشان أضيف مجموعة فوسفيت على البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس ويصير ان اكتف وأوقف عملية التي سي اي سايكل، مفهومة؟ تمام؟ تمام. ماشيين معي؟ تمام. لكن إذا عندنا كالسيوم وعندنا ADB أو AMB بدنا نحفز عملية التي سي اي سايكل، فبالتالي ما بدي مجموعة فوسفيت على البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، بالتالي إيش رح نعمل؟ رح نعمل اكتيفيشن للبايروفيت دي هيدروجينيز فوسفاتيز، تمام؟ أو انهبيشن للكاينيز، تمام؟ مفهومي هون؟ في حد عنده أي سؤال على الريجوليشن؟ تمام، هو نفس الشيء الشرح بالريجوليشن. هلأ بدنا نحكي عن البايروفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي، يعني إحنا عندنا نقص بالبايروفيت دي هيدروجينيز. هلأ ممكن يكون النقص كونجينيتال، يعني من الولادة هذا الشخص عنده نقص بالبايروفيت دي هيدروجينيز. تخيل انه هذا الشخص عنده بايروفيت ديهايدروجينيز ديفيشنسي، فوظيفة البايروفيت ديهايدروجينيز انه يحول البايروفيت الى اسيتيل كو اي، استيقليل بالضبط. فبالتالي اذا هذا الشخص عنده ديفيشنسي بهذا الانزيم فما رح يقدر يحول البايروفيت الى اسيتيل كو اي، يعني رح يضطر يحول البايروفيت الى لاكتيت، فبالتالي راح يصير عنده لاكتيك اسيدوزس، تمام؟ عندنا ديفيشنسي بالانزيم اللي بحول البايروفيت لاسيتيل كو اي، فبالتالي ما عنده القدره يحول البايروفيت لاسيتيل كو اي، بيروح لاذر باث واي بحول البايروفيت للاكتيت، بالتالي جسمي هون صار فيه لاكتيك اسيدوزس. اللاكتيك اسيدوزس طبعا هون البي اتش ايش بصير فيها؟ بتقل، كل مظبوط. هون البي اتش رح تصير قليلة أو لو بصير عندنا لاكتيك أسيدوسز، لأنه تحول البايروفيت للاكتيت بدل ما يمشي المسار الطبيعي اللي هو بتحول بعد الجلايكولسز البايروفيت لأسيتيل كو اي وبنروح على حلقة إكريبس، تمام؟ هلا هذا الإنزيم بيؤدي إلى نقص الطاقة، بيأثر على السنترال نيرفس سيستم وبيأثر على البرين. حكينا ليش بيأثر كمان على البرين بشكل رئيسي، لأنه البرين ما عنده القدرة إنه ينتج طاقة من الأمينو أسيد من الليبيد مثل الخلايا التانية،
فهي أول مصيبة راح تصير، إنه راح يصير هذا الشخص عنده بروبلم في السنترال نيرفس سيستم وفي البرين، تمام؟ فاللاكتيك أسيدوسس راح تأثر على الدماغ بأكثر شيء، لأنه هو عنده حساسية للاكتيك أسيدوسس، تمام؟ هون أي طبعا الـ E1 أو الـ E2 أو الـ E3 صار فيها ديفيشنسي أو خلل، نفس الشيء راح يأثر على هاي الباثوي اللي هي تحويل البايروفيت إلى أسيتيل كو إيه. فبغض النظر إذا صار عندنا ديفكت في E1 و أو E2 أو E3، كله راح يأثر على الإنزيم بشكل عام الكومبلكس البايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس، فما راح يصير عندي تحويل للبايروفيت ل أسيتيل كو إيه، تمام؟ هلا الـ E1 هو أكثر شيء ممكن إنه يصير ديفكت، هو اكس لينكت. شو يعني اكس لينكت؟ هو موجود عند الميل وعند الفيميل، هو اكس لينكت دوميننت، يعني اذا كان في عندي قليل واحد خربان بدي اعتبر انه هذا الشخص مصاب، تمام؟ ما في عندنا طبعا اي تريتمنت للبايروفيت ديهايدروجينيز ديفيشنسي، وزي ما حكينا انه بيأثر على البرين، بيأثر على السنترال نيرفس سيستم، بما انه اثر على البرين برضه راح يأثر على المصل وممكن يؤدي للوفاة، تمام؟ في حد عنده أي سؤال لهون؟ هلا هون نحكي عن اللي سندروم. هاي اللي سندروم المشكلة بالإنزيم البايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس راح يؤدي لنا إلى اللي سندروم، هي انسفالو ميلو باثي. هون الخلل بيكون برضه، هون طبعا هذا مرض نادر، الخلل بصيب الدماغ، تمام؟ من اسمها انسفالو ميلو باثي. هون ما في عنا او في عنا نقص بانتاج الـ ATP، ممكن تكون المشكلة DNA mitochondrial او nuclear defect، تمام؟ في حد عنده اي سؤال عليهم؟ حد معي؟ في حد معي؟ تمام دكتور، معك دكتورة. ليه ما في ريسبونس عندكم؟ لأنه أحيانا بفكر إنه الصوت مش طالع عندكم، لا تمام؟ هو الصوت واطي يا دكتورة، والله ما اعرفش من عندي ولا لا. الصوت منخفض عندكم؟ مش اه معي. عند الكل، عند الكل واطي الصوت. دائما ولا هي أول محاضرة؟ لا دائما. دائما، تمام. لكن الصوت مسموع يعني واضح، مسموع واضح، ها بس واضح شوي يعني. تمام. هون طبعا بحكي لنا انه هاي الميوتيشن بالجين تعطيني البايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس ديفيشنسي، فهي طبعا ممكن تكون زي ما حكينا المشكلة كونجينيتال، ممكن تكون المشكلة بالإلكترون ترانسبورت تشين، يعني عندك مشكلة بالإلكترون ترانسبورت تشين، يعني ما في نقل للإلكترون، يعني ما في عندك طاقة، بالتالي وصلنا لمرحلة ما في ATP production، تمام؟ أو مشكلة مثلا بالإنزيم اللي بيصنع الـ ATP اللي هو الـ ATP synthase، هاي كلها بتؤدي إلى نقص بالـ ATP production. الأرسنيت بويزنينج، حكينا عن الأرسنيت بويزنينج، مين بيتذكر شو حكينا عنها؟ تدرسوا أول بأول ولا؟ تمام، خليني أذكركم إذا أنا. هلا الأرسنيت بويزنينج حكينا إنه عنصر الأرسنيت بيعمل انهبيشن لكل الإنزيم اللي بيكون الكو فاكتور تبعها، يعني حتى تشتغل هاي الإنزيم بدها كو فاكتور اسمه ليبويك أسيد. أي إنزيم بيحتاج لليبويك أسيد بيعمل الأرسنيت انهبيشن لهاد الإنزيم. حكينا بالنت برودكشن لعند الأشخاص اللي عندهم أرسنيت بويزنينج بالجلايكوليسيس كم كانت؟ يعني شخص عنده أرسنيت بويزنينج، تمام؟ الجلايكوليسيس كم راح تكون المحصلة منها؟
ما عندهم اي تي بي، حكينا بنقفز عن المراحل اللي بتم فيهم انتاج الناد اتش والاي تي بي، فبالتالي ما في عندهم بيكون لا اي تي بي ولا ناد اتش، تمام؟ فهون الارسنيت بويزنينج بيأثر على او بيثبط عمل كل الانزيم اللي بيكون الليبوك اسيد فيها كو فاكتور، تمام؟ تمام. تمام ولا انتم مش دارسين محاضرة امبارح؟ هلا بنبلش بالتفاعلات بحلقة كريبس، تمام؟ تفاعلات حلقة كريبس بنبلش بالأستيل كو اي، أول شيء حولنا البايروفيت لأستيل كو اي، طبعا خطوة تحويل البايروفيت لأستيل كو اي ما بعتبرها من التي سي اي سايكل، ولا بعتبرها برضه من الجلايكوليسيس، تمام؟ يعني الخطوة اللي احنا كنا نحكي عنها تحويل البايروفيت لأسيتيل كو اي، هاي الخطوة لا بعتبرها من الجلايكوليسيس ولا بعتبرها من التي سي اي سايكل، تمام؟ فلا رح نبلش بتفاعلات التي سي اي سايكل، الأسيتيل كو اي بده يتحد مع الأوكزالو أسيتيت بده ينتج عنا ستريت، بما انه صنعنا ستريت اسم الانزيم ستريت سينثيز. هذا التفاعل irreversible بما انه في سهم واحد، فبالتالي هون irreversible، تمام؟ الستريت هو اول سبس او اول انترميديت بحلقة كريبس، يعني لو سألنا اول انترميديت بحلقة كريبس رح يكون هو الستريت، تمام؟ شتريته دكتورة ملح الليمون. سيتريك أسيد، تمام؟ فبالتالي هون صنعنا ستريت اسم الإنزيم ستريت سينثيز، بما إنه صنعنا ستريت اسم الإنزيم ستريت سينثيز، تمام؟ الخطوة الثانية بحلقة كريبس بدنا نحول الستريت لأيزو ستريت، هون طبعا ما له علاقة اسم الإنزيم، أكونيتيز، تمام؟ أكونيتيز لما بدنا نحول الستريت لايزو ستريت عن طريق انزيم الاكونيتيز، تمام؟ هلا الايزو ستريت بده يتحول للالفا كيتو جلوتاريت، بما انه شفنا بالتفاعل ناد اتش فبالتالي رح يكون اسم الانزيم ديهايدروجينيز، دائما لما تشوفوا بالتفاعل طلع عنا ناد اتش فبالتالي اسم الانزيم ديهايدروجينيز، اذا شفنا عنا اي تي بي اسم الانزيم كاينيز، تمام؟ هون عندنا ناد اتش فبالتالي رح يكون اسم الانزيم ايزوستريت ديهايدروجينيز. بدنا نوقف هون عندنا ريجوليشن، اذا كان متوفر بالجسم اي تي بي، اذا كان متوفر بالجسم ناد اتش اللي هي بتدلني على انه في عندي اي تي بي، فبالتالي ايش رح يصير للتي سي اي سايكل؟ إذا متوفر بوك بتوقف. بالتالي رح اعمل انهبيشن للتي سي اي سايكل، تمام؟ إذا عندنا ATP إذا عندنا ناد اس رح نعمل inhibition لل TCA cycle. دائما لما نشوف ال AMP أو ال ADP يعني جسمي فيه نقص بالطاقة، فبالتالي اتذكر إنه بدي أعمل activation ل ال pathway اللي بتعمل إنتاج للطاقة، بما إنه هدف الجلايكوليسيس إنه أنتج الطاقة فبالتالي بدي أعمل لها activation. الكالسيوم ايش بيعمل بالتي سي اي سايكل؟ الكالسيوم أنشطها بنشط التي سي اي سايكل، مظبوط؟ أنشطها بالتالي اذا كان عندي كالسيوم، هذا الكالسيوم بدي اتذكر انه بصير عندنا مسل كونتراكشن، المسل كونتراكشن خلال المسل كونتراكشن بصير عندنا ريليز للكالسيوم، حركة العضلات أو العضلات بتتحرك بدها طاقة، فبالتالي بدي أحفز الباثوي اللي بتنتج طاقة، بدي أحفز الجلايكوليسيس، بدي أحفز التي سي اي سايكل. هلا شو يعني بدي أحفز التي سي اي سايكل؟ بدي أحفز الإنزيم اللي بتشتغل بالتي سي اي سايكل، بدي أعمل لها اكتيفيشن، تمام؟ هلا هون أنتم شايفين ظهرت عنا أول ذرة كربون، أو هاي الثانية، ثاني ذرة كربون احنا حصلنا عليها بتحويل الايزوستريت
أول ذرة كربون طلعت بالزفير على شكل CO2 بتحويل الأيزو ستريت إلى ألفا كيتو جلوتاريت. تمام؟ الريجوليشن مفهوم؟ هلا الريجوليشن رح يضل ماشي معنا، فلازم تكون فاهمه. في حد عنده أي مشكلة بالريجوليشن؟ شايفين؟ كل الخطوات فيهم ريجوليشن. تمام؟ هون حكينا عن الريجوليشن، وصلنا للألفا كيتو جلوتاريت. الألفا كيتو جلوتاريت بده يتحول إلى ساكسينيل كو اي. هون بتلاحظوا إنه في عندي ناد أتش، بالتالي رح يكون اسم الإنزيم ديهايدروجينيز. فاسم الإنزيم اللي بيحول الألفا كيتو جلوتاريت إلى ساكسينيل كو اي هو ألفا كيتو جلوتاريت ديهايدروجينيز كومبلكس. تمام؟ فهاي كلها لازم تكونوا عارفينها. إذا عندك ناد أتش طلع من التفاعل، فبالتالي رح يكون عندنا اسم الإنزيم ديهايدروجينيز. تمام؟ هون خرجت عندي ثاني كربوني بالتفاعل. اتفقنا إنه الأسيتيل كو إيه كم كربوني؟ اثنين. بالضبط. فظهرت عندنا أول كربوني بالتفاعل اللي قبله، وهي طلعت عندنا ثاني كربوني بتفاعل تحويل الألفا كيتو جلوتاريت إلى ساكسينيل كو إي. تمام؟ فبما إنه هون عندي سهم واحد، فإذا التفاعل irreversible. الساكسينيل كو إي هون كمان مرة نعيد الريجوليشن. في عندي ناد اتش بجسمي، في عندنا طاقة بجسمنا، فبالتالي بدنا نعمل انهبيشن للتي سي اي سايكل وللإنزيم تبعت التي سي اي سايكل. تمام؟ في عندنا ساكسينيل كو اي تراكمت بجسمي الساكسينيل كو اي، فبالتالي بدي اعمل انهبيشن للتي سي اي سايكل. تمام؟ في عندنا كالسيوم، في عندنا مسل كونتراكشن، يعني انت بدك طاقة، بدك تحفز التي سي اي سايكل وتنتج طاقة، فبدنا نعمل اكتيفيشن للانزيم اللي بتشتغل بالتي سي اي سايكل. تمام؟ هلا السكسينيل كو اي بده يتحول الى سكسينيت عن طريق السكسينيت ثايوكاينيز. ليش ثايوكاينيز؟ الجي تي بي هون هي نفس الاي تي بي. تمام؟ يعني لو كان عندك جي تي بي او اي تي بي هم نفس الشيء، فبالتالي بما انه خرج من التفاعل اي تي بي رح نعتبر اسم الانزيم كاينيز. تمام؟ هي الجي تي بي نفس الاي تي بي. هون بهذا التفاعل، هذا التفاعل الوحيد اللي انتج عندي اي تي بي او انتج اي تي جي تي بي بشكل مباشر. لكن الناد اتش، وهلا رح نشوف الفاد اتش 2، بيروحوا على التي سي اي سايكل بينصرفوا ل اي تي بي. الناد اتش بينتج 3 اي تي بي، والفاد اتش 2 2 اي تي بي. تمام؟ في حد عنده اي سؤال لهون؟ وصلنا عند السكسينيت بده يتحول الى فيوماريت عن طريق السكسينيت ديهايدروجينيز. نفس الناد اتش، الفاد اتش 2 اذا شفناها بالتفاعل بدنا نتذكر انه اسم الانزيم ديهايدروجينيز، نفس الناد اتش. تمام؟ اذا شفنا ناد اتش او فاد اتش 2 بدنا نتذكر انه اسم الانزيم ديهايدروجينيز، فاسم الانزيم اللي بيحول السكسينيت لفيوماريت سكسينيت ديهايدروجينيز. تمام؟ الفاد اتش 2 لما تروح على الالكترون ترانسبورت تشين رح ينتج عندي 2 اي تي اثنين بي. تي بي ايه. بالضبط 2 اي تي بي. شو اسمك انت بتحكي؟ بس انا ما بيظهر عندي. احمد احمد. تمام. فبالتالي الفيوماريت احنا وصلنا لمرحلة الفيوماريت. الفيوماريت بده يتحول الى ماليت عن طريق انزيم اسمه فيوماريز. هون في بعض الـ التفاعلات ما بيكون فيها إشي يدلني هل هو كاينيز أو ديهايدروجينيز، بيكون اسم الإنزيم ما له علاقة. تمام؟ فالفيوماريز بده يتحول إلى مالات عن طريق الفيوماريت، بده يتحول إلى مالات عن طريق الفيوماريز. تمام؟ على آخر تفاعل المالات بده يتحول إلى أوكزالو أسيتيت،
هون نتج عندي بالتفاعل ناد اتش، فبالتالي اسم الانزيم رح يكون ديهيدروجينيز. بروتين ديهايدروجينيز. بالضبط، ديهايدروجينيز دائما اذا بشوف فاد اتش 2 او ناد اتش بده يكون اسم الانزيم ديهايدروجينيز، تمام؟ فبالتالي هون ماليت ديهايدروجينيز. في حد عنده اي سؤال على تفاعلات الدي سي اي سايكل؟ في اشي غير مفهوم لهون؟ تمام تمام. هلا بدنا نعرف انه حلقة كريبس هي حلقة بتدور على سبستريت، يعني السبستريت تبعها او الوقود تبع حلقة كريبس هو الاسيتيل كو اي. يعني لو سألنا الوقود تبع حلقة كريبس هو اسيتيل كو اي، بدون وجود الاسيتيل كو اي ما في عندي اشتغلش حلقة كريبس. بالضبط، ما في عندي حلقة كريبس. هدول الانترميديت اللي بحلقة كريبس ما بيصير لهم كونسمبشن، ما بيستهلكوا بحلقة كريبس. طبعا لاحظتوا انه بحلقة كريبس احنا انتجنا واحد فاد اتش 2، انتجنا هون باخر خطوة واحد ناد اتش، هون عندنا واحد فاد اتش 2، هون عندنا واحد جي تي بي، هن صاروا اتنين ناد اتش. فبالتالي احنا انتجنا في حلقة كريبس 3 ناد اتش، وانتجنا واحد جي تي بي، وانتجنا واحد فاد اتش 2. فلو سألنا عن الطاقة او محصلة الطاقة بالكريبس سايكل ايش رح تكون؟ 12 اي تي بي. بالضبط، رح تكون 12 اي تي بي، بما انه عندي 3 ناد اتش يعني 9 اي تي بي، واحد فاد اتش 2 بينتج منه 2 اي تي بي، والواحد جي تي بي حكينا انه الجي تي بي هي نفسها الاي تي بي، تمام؟ طبعا دكتور، هون حلقة الكريبس نص جلوكوز صح؟ مش كامل، مش فاهمة يعني نص جلوكوز، مش واحد جلوكوز. حلقة الكريبس بالضبط، لانه واحد بايروفيت بضرب في اثنين، يعني بنضرب في 2. كذا هسه واحد بايروفيت اللي حولناه، مش اثنين. بالضبط، احنا واحد بايروفيت حولناه لاستيل كو اي. لاحظتوا انه الذرتين الكربون اللي كانوا بالاستيل كو اي خرجوا بالاستيل بالتي سي اي سايكل على شكل سي او 2، CO2 مظبوط، على شكل سي او 2. فبالتالي اول تفاعل لما حولنا البايروفيت لاستيل كو اي تحول عندي ذرتين من البايروفيت لاستيل كو اي، وواحدة منهم طلعت على شكل CO2. هاي كانت قبل ما نبلش بحلقة كريبس، لكن لما بلشنا بحلقة كريبس الأسيتيل كو اي ذرتين الكربون اللي فيه خرجوا من كريبس سايكل على شكل CO2. هون موضح لنا وين تم إنتاج الناد اتش، وين تم إنتاج الفاد اتش 2، وتم إنتاج عندنا واحد اي تي بي، عشان نقدر نحسب المحصلة للاي تي بي من كل التي سي اي سايكل. طبعا لازم نكون عارفين انه الناد اتش بينتج منه 3 اي تي بي، الفاد اتش 2 بينتج منه اثنين. 2 اي تي بي، والجي تي بي طبعا هي نفسها الاي تي بي بتكون جاهزه اللي بدنا نعتبرها المصاري الكاش. لكن هنا زي هم شكات بدنا نصرفهم، اذا صرفنا الناد اتش بيطلع عندنا او بينتج 3 اي تي بي، والفاد اتش 2 2 اي تي بي، تمام؟ في حد عنده اي سؤال؟ هون بيكون احنا خلصنا تفاعلات التي سي اي سايكل وخلصنا الشابتر كله. في حد عنده اي سؤال عليهم؟ لا تمام. تمام، بس في تعليق